أطلقت في جنح الفضاء خيالي، أسمو وأعلو والشراع كتابي. حلقت بالعلم الرفيع مسافرا في الأفق صوب المجد والأحداب. فقرأت في صحف الكتاب لطائفا ومعارفا من خيرة الألباب. القراءة من الكتب الورقية لها قداستها، إلا أنها هجرت مع التطور التكنولوجي وانتشار الكثير من وسائل الحصول على المعلومات، سواء عبر الفيديوهات أو المواقع، وأصبحت المكاتب أشبه برحم لأخ عاق لا يصلها في العام إلا مرة وربما لا يفعل. سنتعرف في هذا التقرير على قصة عماد الشميري وما الذي دفعه للعمل في بيع الكتب. كونوا معنا. بينما تعزف الحرب على أوتار المجتمع ومعيشتهم، وأصبحت الحالة الاقتصادية على الحافة، يسطر عماد قصة كفاح ترفض الاستسلام للواقع حتى وإن لم يكن في مجال تخصصه. الذي جعلني أعمل في هذا العمل أيضا لأني لم أجد فرصة في مجال التخصص بسبب الوضع الذي نمر به في بلادنا، فكانت هذه الفرصة الوحيدة المتاحة لي من أجل التطوير وتحسين من شخصي ومن ذاتي في الحياة. كسطر من كتاب يوجه عماد رسالته لجيل الشباب أمام الوضع الراهن، متمسكا بروح الأمل أن فرص العمل ستأتي لا محالة. الحياة تريد إلى كفاح، إلى إصرار وعزيمة وهمة وشحذ الهمم. لن يأتي أي شيء وأنت واقف على رجليك ونائم على فراشك، فيجب عليك أن تشتغل على روحك، على نفسك في أي مجال كان، وسيأتي مع الوقت وتشتغل في تخصصك إن شاء الله. وبالرغم من شحة الإقبال على أماكن بيع الكتب، يقبل البعض باختياراتهم المتعددة تلبية لرغباتهم النفسية نحو النجاة من واقعهم الذي فرضته سنوات الحرب إلى واقع القراءة، آملين أن تأخذهم نحو عالم آخر. من خلال التجربة التي مرينا بها، الحمد لله هناك في إقبال نوعا ما من قبل القراء والذين يعشقون القراءة، وكان أكثر الكتب التي يتوافدون إليها هو كتاب مثلا الأب الغني، العادة الذرية، يعني يحاولوا أنهم يشتروا الكتب التي تحبسهم ذاتيا والتي تطورهم والتي تجعلهم أو تبني فيهم روحا جديدة. القراءة حياة أخرى، وربما هي الحياة ذاتها، فمعها يصبح الأشخاص أكثر وعيا وإبداعا وقدرة على التعامل مع الظروف واتخاذ القرارات. فكلما قرأت كتابا عشت مئات التجارب. قيل لأرسطو كيف تحكم على شخص؟ قال: أسأله كم كتاباً يقرأ وماذا يقرأ، فاسأل نفسك واحكم عليها، فالكلمة نور وللثقافة هي سلم العبور. عبد المجيد الخديري لبرنامج صباحكم أجمل.